السلام عليكم ورحمة الله. الخلطة الخشنة، ما هي الخلطة الخشنة؟ عبارة عن سمنت، رمل، بحص، زيرو في بعض الأماكن، بعض الناس ما يستخدمونه. طيب، بداية العمل طبعا نحدد اللي في الأرض عبر بقع أو بؤج في الأرضيات موزعة مثل ما تشوفونها، نحط فيها قطعة سيراميك أو بدون قطعة سيراميك، لكن الأفضل هي قطعة سيراميك أو بلاطة أيا كانت، وتوزع في البيت كامل مثل ما تشوفون. الخلطة الخشنة هذه كلها جاهزة. طيب، مكونات الخلطة الخشنة ما هي أو المواصفات مالتها؟ سمنت ورمل وبحث، مثلا قلنا سمنت 1:4 هو الخلطة الخشنة، سمنت 1:3 رمل إلى 1 بحص هم خلطة خشنة، حسب الإمكانيات وحسب توفر المواد. طبعا احنا ما نتكلم عن دورات المياه، نتكلم عن الفلور العادي أو الخلطات الأرضيات العادية. الخلطة تكون رطبة، ما يضاف لها ماء زيادة، تكون مثل ما تشوفونها رطبة لكنها ما تمسك في اليد. يوزع المساحة كاملة على أقسام، الأقسام هذه يعني بحيث أن ترتيب العمل كل يوم يوزع قسم، أنا أفضل البداية من الأعلى إلى الأسفل بحيث الرش يكون متوالي وراء بعض، ما تجي لنقطة النهاية اللي احنا نشوفها الحين. نقطة نهاية تعتبر اللي احنا منتهين إن شاء الله. موفق.